بالمناسبة ما استنتجنا يوم أمس من خلال زيارتنا لسيليا ومن خلال باقي الزيارات والمخابرات التي كانت لنا معها أن أسباب إصابتها بالانهيار العصبي هي نتيجة مخلفات اختطافها في اليوم الأول، كونها تعرضت للاختطاف من طرف أشخاص بزي مدني بسيارة مدنية، تم سحبها من السيارة التي كانت بها وحملها مرة أخرى في سيارة مدنية دون أن يعرف الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل بشخصيتهم، جعلها يعني تتعرض لضغط كبير ولخوف شديد من هؤلاء الأشخاص، يعني لم تعرف أنها يعني تم اعتقالها من طرف الشرطة إلا بعد وجودها بالمخفر. وأثناء وجودها أيضا هناك تعرضت للسب والشتم بالكلام قبيح ونابي وساقط لم تتحمله، أيضا لم تتحمل نقلها من مدينة الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء وهي مكبلة اليدين في سيارة، ونعرف يعني الطريق ما بين مدينة الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء، يعني هناك طريق غير معبدة وسيئة. كل هذه الظروف أدت أيضا إلى يعني طيلة فترة استنطاقها وتمديد فترة الحراسة النظرية، كل هذه الظروف وإيداعها بالسجن، كل هذه الظروف أدت إلى إصابتها بهذه الحالة النفسية وأدت إلى انهيارها العصبي. من هذا المنبر يعني يطالب بإطلاق سراح سيليا وإطلاق سراح كل معتقلين.